بخير. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من نقاش 2.0. فاتي يونس لاباس عليك؟ بخير انت؟ الحمد لله. فرحانين باش نتلاقى معكم من جديد باش نذكروا اليوم على لينوفاسيون في المغرب والمهن المرتبطه بها في نقاش 2.0. الفقره ديال النقاش هاد السيمانه كيف ما العاده غنشوفوا الزابين اللي وشتوا لنا الباز وما نساوش التلفازه اللي برا مع غوتور او بانسيونا. هادشي كله كتفرجوا فيه في التلفازه ديالكم ولكن كذلك في ليزورديناتور ولي سمارت فون كتابعونا وكتعلقوا على البرنامج من خلال الهاشتاغ نقاش على تويتر وفيسبوك. نقولوا بسم الله. ديال اليوم غادي نبداو مع ليلى غاندي. مرحبا بك معنا. شكرا. جورناليست فوتوغراف انيماتريس تيلي ديزورمي اي اواردييزي اوسي ا سيت اوكازيون. مبروك وغوفيندرا سور تون بري. مرحبا بك معنا. حسن الرويسي مرحبا. شكرا. شركه ذا نيكست كليك اللي كتخدم في الديجيتال وغادي نفسروا الاكتيفيتي ديالك بالضبط من دابا شويه. مرحبا بك معنا. زهير الخديسي مرحبا بك كذلك. شكرا. شركه ديالي اللي كتخدم في سيرفيس ديال لي تيليكومونيكاسيون والموبيل. اكزاكتلي غادي نطلع الاكتيفيتي ديالكم من دابا شويه ولكن قبل غادي ندوزو للنيوز. في نيوز السيمانه غنهضر لكم على واحد لو بريستيجيو بري سميتو لو دوفان دور ديال لا كاتيجوري ايدوكاسيون ديال مهرجان كان كوربوريت ميديا ان تي في اوارد. هذا هاد ليديسيون 2013 اللي عطى واحد لو بري لواحد دوكيومونتير سميتو ليكول دو لا بالموري. ليكول دو لا بالموري سناتو واحد لا بوات دو برودكسيون سميتها دنيا برودكسيون كتخدم بزاف على تو سكي ايدوكاسيون الاطفال الصغار في المغرب. دونك هاد الدوكيومونتير تيعاود كيفاش القصبه ديال اي تحمو اللي كاينه في جهه ديال ورزازات ولات مدرسه للاطفال ديال ديك المنطقه من بعد ما كانت كومبليتمون مهدمه. فهاد البروغرام اللي سميتو مدرسات.com. دونك هاد الفيستيفال هذا كل سنه كيتوج احسن افلام اللي كيكونوا لي فيلم دوكيومونتير لي فيلم انستيتيوشنيل او لي فيلم كوربوريت. وهاد العام الجوري فيه بزاف ديال الناس المعروفين في العالم ديال الاوديو فيزيوال اختار ما بين 700 برودكسيون جايه من 40 بلاد. هاد لا برودكسيون ديال دنيا برودكسيون. دونك كاين بزاف ديال الافلام سناتهم هاد لا بوات دو برودكسيون بحال لو فواياج ديال ابن بطوطه رود تو ميكا وحتى Beautiful Morocco اللي خدات عليه ان تيلي اوارد. لي دوكيومونتير ماروكان سون بلوز اون بلو ريكومبونسي وكياخذوا جوائز في العالم كامل. معنا مثال منهم ليلى غاندي اللي مؤخرا خدات لو بخي اوغو ميديتيرانيان ديال لا فونداسيون انالين بور فواياج افيك ليلى اللي كنفكركم هي برنامج كيدوز على دوزيام سافر مع ليلى باش كنكتشفوا العالم كامل. كي كيكون الاحساس ديالكم ملي كت فخوره تري فيير فريمون فرحانه بزاف لان هاد الجائزه المستوى الدولي ماشي غير الوطني الدولي. كانوا اكثر من 40 بلاد اللي شاركوا ايزون سيليكسيوني واحد 100 صحفيين في العالم كاع كامل اي جي تي نوميني خداو ثلاثه ازلو ثلاثه وانا منهم. دونك فريمون افتخرت بزاف اي زعما ما كنتش زعما عوال على النجاح باسكو تبارك الله لي دو زوتر شان سيتي ارتي اي فرانس 2 كي سون زعما تلي دو voilà deux chaînes زعما اللي تبارك الله كيديروا البرنامج فريمون دو كاليتي والحمد لله ربحنا. اي هاد الجائزه كان داهيها المغاربه كاع كاملين اللي كيتفرجوا في هاد البرنامج حيت هما اللي كيشجعوني. كتفرجوا في فواياج ديال غاندي؟ لا فيغيتي شفت كلكو ايبيزود مو سي دايور كنهنئك على هاد اي اون دوي توس فيغ وفخورين هنا في المغرب بوغ افوار اوتون دو ريزولتا اي سورتو ا لانترناسيونال. دونك فوالا يفو بلوس دو كونتوني خصنا دو كونتوني كوم سا ان بو بلوس. ولي زيميسيون دو فواياج ولا البرامج ديال السفر كاينين في العالم كامل وفي قنوات كما قلت لك متخصصين والاشكال ديالهم كتشابه ولكن في نظرك شنو اللي كيعطي الخصوصيه للسفر مع ليلى غاندي؟ انا اللي بغيت نقول بعدا سيكو اول مره المغرب جا هاد الجائزه زعما وصلت ليه الجائزه. دونك فريمون كنفتخر بان انا اللي جبتها للمغرب ودوزيام. دونك فريمون تري تري كونتونت. وحاجه ثانيه انا واحد من الرساله اللي كنبغي نوصل مع البرنامج هي بان انا مغربيه انا امراه وزعما وكنسافر بلاد كاع كاملين وبوحدي. واحد الديتاي اللي يمكن في بلدان اخرى ما عنده حتى شي قيمه ولكن في المغرب عنده قيمه بزاف. اكزاكتومون هذا الشيء بغيت نقول زعما في البلاد خارجيين اوروبيين كاينين هذا لو ستيل دو برنامج ولكن في المغرب اي لو المغرب سي لا بروميير فوا. دونك زعما واحد لو سامبول ديال المراه اللي مشات وكتعطي لو ريغار ديالها في لي بيي دو نور وفي لي بيي دو سود حيت نورمالمون كنشوفوا كنتفرجوا في البرنامج اللي كيدوهم فرنسا اسبانيا امريكا وكل شيء على بلادنا. من
سي اون ديماش انا كنشوف كثر في الاخرين دونك واحد الحاجه اللي بغيت نقول هو المغاربه كاع نوضوا وديروا البرنامج زعما ماشي البرنامج المشاريع ديالكم والبنات والعيالات بغيت نقول لهم حتى حنا قادين الحمد لله الحمد لله ما كاين حتى شي شك غير دابا كنعيقوا به شويه غادي نبقاو في المغرب وغادي نمشيو نشوفوا الشركات اللي عندها الحق دابا تديكلاري يعني تصرح وتخلص الضرائب ديالها على انترنت هذا ميزاجور جديده امبورطون في لي سيرفيس ديال الاي غوفيرنمون اللي عندنا وكنا هضرنا عليهم مع الممثلين ديال وزارات التجاره والصناعه وكانوا علمنا لنا بان غتولي هذه القضيه هذه وكنظن بان انتم راكم غيمكن لكم تستافدوا من هذه المساله هذه الشركات اللي يمكن لها دير هذه القضيه هذه ما عليها غير تمشي البريد المغربي اللي هو جزء من هذه الشراكه هذه باش تعطيه تسلم له الامضاء الالكتروني اللي يسمح له بان اي وثيقه كيصيفطها في الانترنت كتكون ممضيه بواحد الطريقه سيكوريزي ومقننه باش كتعرف بان ديك الشركه هي اللي مضات على ديك الوثيقه هذيك ومن الوثائق هي التصريح والتخلاص ديال الضريبه على الانترنت غتسهل لكم الحياه واقيلا القضيه هذه كنظن الى ما خفت نكذب في الوقت الحالي راه مفتوحه للشركات اللي عندهم اكثر من 50 مليون ديال الدرهم ديال 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 رقم المعاملات ولكن في حد ذاتها هذه راه مبادره مزيانه لان من بعد غتقد تسهل مجموعه من الشركات هذيك المساطر الاداريه اللي دابا حنا كنعرفوا بانه فين ما تبغي تطلب شي وثيقه ولا تمشي تهذا خص سي ان باركور دو كومباتون دونك الحمد لله زعما هذه مساله اللي ايجابيه وايجابيه جدا جو بونس كنظن سي حسن ولا انا خدمنا على مشاريع اللي ربما في هذا الاطار يعني في اطار تقريب مسائل اداريه من المواطن سواء عن طريق الويب ولا عن طريق الهاتف النقال الى اخره سي بيان نشوفوا بان حتى حنا كنزيدوا لقدام زعما كنكتشفوا لي نوفيل تكنولوجي زعما ما نتسناوش حتى كلشي يكون مقاد باش نوصلوا لهاد الدرجه ديال نديروا لي زامبو. هادشي راه تواتي ساهم كما قلتي في تقريب المواطن من الخدمات ديال الاداره المغربيه وديال ديال الحكومه ديالنا ويعني كيعطيه تسهيلات في الحياه ديالو اليوميه يعني. وعاد خصنا نشوفوا واش غتعمم من غير لي اس ار ال واش غتكون بوغ لي كنظن هذه الخطوه الاولى ومن بعد غتصمم على خطوه كبيره كمام اللي درنا par rapport à la trêve des services, que ce soit les services de l'IDARA ou les services de toute entreprise. Redan, que nous avons directement un nouveau modèle de téléphone sur Internet, nous signons des contrats. اي سي مون شوز هادشي حق ديال مزيانه يعني الحمد لله غنمشيو نشوفوا جوجل اللي هاد الاسبوع كان صدر واحد المجموعه ديال اللوجيسيال اللي كتسمح للمستعملين ديالهم انهم يدوروا على الرقابه شويه البلدان ولا الاشخاص ولا المواقع الالكترونيه اللي كيسون فيكتيم دو سانسور من يا اما كانت الحكومه ديال ديك البلد اللي هما فيها كتدير عليهم الرقابه ولا كيوقع لهم دي زاتاك كما كيقولوا دي دوس باش نفسروا لاتاك دي دوس لان بزاف ديال لي سيت المغاربه ولا خارجين وقعت لهم هي انه واحد الشخص اللي ما كيعجبوش ديك السيت كيصيفط له واحد المجموعه ديال المعلومات كبيره على السيرفر ديالو كيخنقوا بحال قلتي كبينا بزاف ديال الماب واحد الطريق اللي كتخنقوا كتبوش هذيك الطريق ما كتقدرش تبقى توصل لديك لو سيت اذا جوجل اقترح واحد المجموعه ديال الحلول والوسائل اللي غتسمح للناس اللي يا اما اللي كيستعملوا هاد لي سيت هادو يا اما اللي كيصدروهم انهم يحميو راسهم ويراقبوا منين كيجيوهم هاد الهجمات الالكترونيه كاين واحد الوسيله سميتها شيلد اللي كت دونك مجموعه من المواقع الالكترونيه اللي كتخدم في المجال مثلا في الراي العام او اللي كتكون مستقله عن الاجهزه الحكوميه باش تحمي راسها من لي زاتاك دي دوس كاين واحد الوسيله اخرى اللي كتسمح منين تشوف منين جايين هاد لي زاتاك من شكون البلدان اللي كيصدروها شكون البلدان اللي كتلقاها وكاين واحد الوسيله اخرى اللي كتجمعهم بجوج سي اون سبيس دو بروكسي يعني كيحميك انت كمستعمل اخير ديال الانترنت انك ما يدخل لك حد ما يراقبوا شنو المعلومات اللي كتصيفط في الانترنت لان جوجل كتظن بان كل مستعمل ديال الانترنت عنده الحق في الحريه ديالو والحق في السريه ديال المعلومات اللي كيديرها في الانترنت فضل هادشي اللي وقع دابا مع لا ان اس اللي كتراقب العالم كامل والرقابه اللي كاينه في العالم من طرف واحد البلدان اللي كتمنع بعض المواقع الالكترونيه يمكن هذا حل يقدر يجاوب على هاد المشاكل هذه هو بصراحه زعما كنظن بان الحريه دابا في الانترنت هي مساله مفروغ منها يعني الانسان كاين واحد النوع من سميتو فرضيا ولكن عمليا كاين مراقبه كاين مراقبه ولكن انا كنظن بانه الانسان اذا كان عنده المعلومات الكافيه راه يقد يحذي راسو من المسائل بيان سور غادي كتبقى دائما هذه الحريه في اطار القانون في اطار المسائل اللي مقبوله واللي معقوله ولكن الانسان راه كاين مجموعه من الوسائل من غير جوجل راه كاين وسائل اخرى اللي كتسمح لنا الانسان يتكونيكت على الانترنت بلا ما يعرفوه منين تكونيكتا بلا ما يكون المعلومات ديالو الشخصيه مراقبه ولا سميتو هاد الوسائل كنظن راه متاحه يعني الانسان الا بغى يستعملها كان في المغرب ولا كان في لي زيتازوني راه مساله ما
يعني متاحه. غير هو دابا المساله هو ان بالفعل انها كتجي جوجل كشركه اللي كبيره كتوضع هذه الوسائل. هادشي اللي بغيت نوصل له انا، لان في الاخير جوجل حتى هي شركه بحال الشركات، حتى هي عندها مصالح ديالها وحوايج اللي ما يقدر ما يعجبوهاش، حتى هي شركه امريكيه من الفوق. عرفنا بان رئيسها كانت من الشركات اللي كتستعملها باش تجسس على الناس هي جوجل، وفي نفس الوقت جوجل اللي كطرح هذه الوسائل هذه. يعني واش ما كاينش شي سؤال اللي نطرحوا؟ ربما هما طريقه، انا ظنيت يعني ربما هي طريقه باش يغسلوا يديهم، باش يغسلوا يديهم، باش يبينوا بانه رغم انهم ساهموا في البروغرام بريز، ولكن راه بشكل او باخر راه حتى هما كيعاونوا في لا ليبرتي ديكسبريسيون وفي لا ليبرتي نافيغاسيون سوشيال. ماشي بيناليز دو، ولكن ما كاينش ماشي واحد الطريقه عاوتاني باش يقولوا الحريه حنا ندير لكم الديمقراطيه ندير لكم حنا خلينا ترانكيل. ممكن في جميع الاحوال راه لا ان اس ار عندها لي مويان اللي يمكن يسمح لها، حتى رغم انه جوجل تعطي دي مويان، ربما هاد لي مويان كيكون اكثر سهوله في البلدان اللي ما عندهاش لي مويان كبار اللي يقدوا يراقبوا. ولكن كنظن في ليزيتازوني راه عندهم القدره انهم يعني يدخلوا لهاد لي سيستيم رغم ان جوجل كتعطي هاد الوسائل. دابا نهضروا على الانترنت، واش كيجيكم انترنت ميزوجين؟ هل الانترنت ذكوري؟ صح، ما عمرنا طرحت السؤال، لان كنظن بان الانترنت الى نوتر سي مويان تكنولوجي. الناس اللي كيديروا انترنت ذكور زعما مجال ذكوري، يعني نقدروا نقولوا القضيه لو ديجيتال في العالم ميدان اللي كيخدم فيه اكثر ديال الرجال من العيالات. لا، ولكن الانترنت كوسيله، كنهضر على كوسيله ماشي كتكنولوجيا، كوسيله هي نوتر زعما يقد يستعملها الراجل وتستعملها المراه بنفس الطريقه. دونك اني في واحد اللي درتها واحد لاجونس اللي كتخدم مع لوني فام على واحد الحمله تحسيسيه ضد ديال المساواه بين الاجناس، فوالا ليغاليتي دي جونغ. هاد لاجونس كاينه في دبي، غير قبل ما تدير اي خدمه بدات باش مشات جوجلات بهذيك السيزي سومي اوتوماتيك، بدات اسكو لا فام، هل يمكن للمراه او لا، المراه يجب، وشافت شنو كاين، شفت عليها من الاجوبه ديال جوجل، لي بروزيسيون اللي كاينين في جوجل. دونك زعما سي 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 اوريسون، كاين المراه ليس لها حقوق، المراه لا يجب عليها ان تصوت، زعما في التصويت تو سكي فوت، وهذا انتخابات لا يجب عليها انتخاب. دونك فوالا، هادو سي دي ريشيرش كي sont émises par des internautes, هما اللي كيالمونتيو هذيك لا باز دو دوني اللي كتعطينا لا سيزي سيمي اوتوماتيك. دونك هاد لاجونس واخا فكرات في لو كا اغاب كي ان بو زعما معروف بالذكوريه من ميزوجيني بالماتشيزم بهادشي كامل، قرات انا تقلب في جوجل فيرسون اسبانيول ولا فيرسون انجليز ولا فيرسون فرونسي، لقات بلي سي اكزاكتومون لا فام نا با دو دووا، لا فام نا با دو دووا دو، لا فام نو دوفري با. دونك هادشي كله اون توجور دون لا نيغاسيون. وكاين واحد لا فراز كبيره دايور كي سيتي بار معمر قدافي الزعيم، اللي قال واحد الهضره زعما جميله بزاف، المراه يجب ان تاخذ حقوقها سواء كانت ذكرا او انثى. شوف هذا تري بروفون، يفو جوست بروند 5 مينوت بور ريفليشير. سي با بو. دونك هاد لي ريزولتا تيبينو بلي راه اون افي انترنيت عنده واحد لو كونتوني، بيسكو انترنيت زعما بحال قلتي سي غري اللي كتغروبي، حنا اللي كنالمونتي اون كلك سورت، سي كو فيه بزاف ديال لو كونتوني ماتشيست وميزوجين، وهما دورهم قرروا انهم يالمونتيو هذيك لا باز دو دوني ان فيزون دي ريشيرش كي فون دون سونس دو ليغاليتي دي جونغ. دونك اسكو لا فام جو سي با دي تروك انودان اللي كيخرجوا من هذا لو كليفاج ما بين الرجل والمراه. ولكن اون ميم طون يا اوسي زعما سي اوسي لوندوا فين العيالات لي زاسوسياسيون كيجيو يتجمعوا باش يعطيو الراي ديالهم وزعما يدافعوا على الحقوق ديال المراه. دونك مو جو سي با سي جو بوغي دير واش انترنيت اي ميزوجين ولا شو، مي سي لا سوسيتي زعما سي جوستومون. مي حنا سي لا سوسيتي كي اليمونت انترنيت، سي ان فيكتور دو فالور ميزوجين ا ترافير هذوك لي جون كي اليمونت. سي لا تراديكسيون ان بو دو لا بونسي ديال لا كوميونوتي. سا بورت او فيت لي فالور voilà, c'est une intention. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas sur Internet qu'il faut faire l'action, c'est sur la société ou la cliente d'elle. Justement, d'ailleurs, l'action de l'ONU Femmes à travers l'agence, grâce à alimenter Internet un contenu qui est complètement misogyne. Comme ça, il va se poser des questions. Il va dire, ah ben, finalement. Je sais que tu es cassé, Fatih. Je sais que tu es cassé. 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 مية في المية يخرجوا لي ريزولتا بحال هكا، سكي تو تافي نورمال. ولكن انت في فرنسا، انت في اسبانيا، بريطانيا. سوف سي سانسور. كونت اون في دون ان موتور دو ريشيرش كنكتبوا لا فام نو دوا با، بس سي نورمال كون سورت سور دي ريزولتا كي سون انفلونسي ا لا باز، اللي هما ماشي دي ريزولتا اللي هما طبيعيين اون كيلكو سورت، نخليو لي فام بوحدهم. بصح حين طبينا لوم نو دوا با شنو تيخرج؟ لا من جوا بافا على ريسال. مي سي فري، مي وي، ما عرفتيش. مي تو سي جوستومون باغابوغ لهاد لا نوسيون هادي ديال لا غوشيرش، بحال دابا كاين في كاين واحد لا كومباني جو سي با باغ كيل بواط في لي زيتازوني كتقول بلي جرامر ماترز، زعما لا جرامير اجي لو بوطا. دونك كون تو دي
هاو كان اي كيفاش يمكن ليا سوغ جوجل كتعطيك دي ريزولتا جونغ كيفاش نقدر نصاوب بواط دو كونسير ندير لا رويد ان تروك بيزار ولكن هاو كان ان انديفيديوال كومون اسك ان انديفيديو بو كتعطيك يمشي يخلص لي طاكس او يمشي يقرا ولا يدير اون بوس دونك سا شانج تو اي جوستومون سي سكي في كو حتى لي زوتيليزاتور دو مومون كو هما تيستعملوا ان لانجاج يوزوال لا لانجاج ناتشورال سي اوتر شوز سي سكي اليمونت جوستومون هذا عرضنا على حسن الرويسي وعلى زهير الخديسي اليوم لان وحدين من لي زونتربرونور الشباب المغاربه اللي التجربه ديالهم بدات في المغرب وغاديه في المغرب وناجحه حتى في الخارج دابا وديك الشيء بغيتكم كل واحد فيكم دابا الا بغيتكم فيت مو غيفي اون اون مينوت قدموا للبوبليك ديالنا علاش لو باركور ديالكم الى اكستراوردينير سهل سهل اوكي اون اون مينوت بيان او فات انا درت قريت في المغرب قريت في ليسي ماروكان خديت باك سيونس اكس نورمال درت في ليكول لويست اي ليكول سوبيريور تكنولوجي ا كازابلانكا اون تري بون ايكول دايور J'ai fait un bac plus de TMAC, ensuite j'ai fait une école privée de communication, comme SUP aussi. Et donc j'ai fait des études sur le tawassoul, la communication, l'échara en quelque sorte. C'était un domaine qui m'intéressait beaucoup. On m'a dit que j'ai fait de l'internet, de le web, de le 2.0 en quelque sorte, où j'ai venu avec chez BZF. Et donc, j'ai fait des études sur le majeur. On m'a dit que j'ai fait le Maghreb, on m'a fait le Maghreb. Plutôt que d'aller faire des études français donc peut-être j'ai une expérience l'imbête blouard hub chouïa j'ai fait plusieurs organismes ou ça ou d'abord trois ans j'ai eu la chance ou tapit bennes li aounouni ou créé ou lancé une agence li TNC d'abord c'est une agence alhamdoulillah qui se porte assez bien on a plus de 25 collaborateurs ou les gens qui travaillent avec nous avec les équipes ديالنا Je suis fier de partager un peu cette expérience. Tu peux l'être. C'est Zouer. Donc de la même façon, en fait, j'ai étudié dans Qrit le Maghreb, Qrit à l'école d'ingénieurs qui s'appelle IMPT, qui est une des principales écoles d'ingénieurs au Maroc. Donc j'ai fait les années, j'ai travaillé sur le sein. Mais بعد en fait la plupart des gens qui قراو معايا مشاو للخارج, خدموا برا et cetera. انا قلت بقى في المغرب نشوف شنو كاين ما يدار. بديت في الاول j'ai travaillé avec Nokia qui était le leader des communications donc confort, raha, smito, raha. Mais je demande sakara, etc. En une année, je me suis dit, rachir, smito, commence à devenir mieux ولكن الحمد لله كنحاولوا ممكن نبقاو في المنطقه ديال لي ستارت اب وديال ديال انوفاسيون دونك كنت في الاول ديريكتور تكنيك ديال الشركه حاولنا ديفلوبينا دو نوفو برودوي خدمنا اول لي بروميير برودوي اللي طلعوا في المجال ديال الموبيل في المغرب كنا لانسيناهم حنا كانوا لي بروميير برودوي aussi au niveau africain et monde arabe والحمد لله من بعد شويه بشويه بدينا كنطوروا الشركه من بعد درت اون فورماسيون نيس هنا في ليكول الحسنيه مع لي بون شوسي ديال فان ام بي اي باش نحاول نطور المعلومات ديالي على المجال ديال اداره الشركات واداره المقاولات على مستوى دولي وبالفعل الحمد لله زعما تممت هاد الفورماسيون ومن بعد دونك الفكره كنت خديت دونك كيفاش غنحاول نطور هذا المشروع بحيث انه نمشيو للانترناسيونال وهادشي اللي خدمنا عليه دونك حاولنا اننا نخدموا على مجموعه من لي سوليسيون للهواتف الذكيه دونك لي سمارت فون اون ديفلوبي دي زابليكاسيون دابور خدمنا مع شركات فرنسيه واوروبيه دونك ديفلوبينا لهم اون اوت سورسين ومن بعد بدينا كنديفلوبي اون بروبر سوليسيون دونك الحمد لله يعني دابا عندنا دي سوليسيون اللي كيسون ديسپونيبل في لو مارشي ماروكان اون ا كومونسي ا ديفلوبي اون ا بايب دابليكاسيون كي سون ديسيني سوا للمغرب ولا حتى للعالم العربي ولا الافريقيا ومؤخرا كنا في دبي وبريزونتينا واحد المجموعه من المنتوجات اللي الحمد لله لاقات واحد الاقبال من طرف الناس اللي زاروا معنا بجوجكم قلتوا واحد القضيه مهمه في واحد لو مومون من الباركور ديالكم كان عندكم شو انكم تبقاو في المغرب ولا تمشيو للخارج شنو اللي خلاكم بالعلم انكم غتخدموا في المجال ديال ديجيتال في المغرب اللي مازال ما على باكو انتو ما كانش مطور بحال اليوم شنو اللي خلاكم انكم مازال تبقاو في المغرب بلا ما تمشيو برا انا تايب النعناع يمكن لا صراحه هو واش نقول لك يعني انا بالنسبه لي المساله كانت مساله بسيطه الانسان في المغرب كاين واحد لافيرونمون
سي فري انه ما كانش الانترنت كانت ما كانش زعما كان يلاه انا جو مغابيل في 2000 كان مازال ما كاين حتى شي حاجه في المغرب في الانترنت يلاه عاد بدينا لا دي اس ال مازال ما كانت تقرا ولكن الفكره كانت هي انه في المغرب هي توتا كونستروير الحمد لله ما كاين حتى شي حاجه سي اون بار على الانترنت الحمد لله بون ديبار الحمد لله ولك سافودير كي توتا فيغ فوالا كاين ما يدار كاين ما يدار فهمتي علاش كيقول لك اون اي با لا بيرفيكسيون باسكو لا بيرفيكسيون سي دير كي كي با دو بروغريس ان فيغ دابا الفكره هي انه جوستومون كاين توتا فيغ توتا كونستروير اي هذا هو لو ديفي لو ديفي سي سي دو سو بورتي سور يعني الواحد خصو يكون عنده واحد المجموعه من التحديات اللي يدير فيها كيلكو شوز ماشي يبدا عنده ان كونفور Non, c'est vrai que c'est une opportunité. Moi, avec une chose, alhamdoulilah, mais on a tout fait, genre, je suis à l'époque, à l'époque. Là, effectivement, là, par exemple, mon choix s'est fait, et fait d'autres, on a fait une plutôt que une chaîne comme le Dara Sadiali. Ou de Mars, le Dara Sadiali, mais de finir le temps. Pendant que je suis dame, qu'est-ce qu'on croit en même temps, ou au bout de deux ans, quand je suis allé, je suis allé, je suis allé, je suis allé, et le diplôme qui était reconnu en Maghreb qui était intéressant où je rejoins la vie de Sir Khadija effectivement à l'époque quand le واحد خصو ياخذ المكان ديالو هنايا ويعرف الناس اللي خصو يتعرفوا pour moi quand كنت ضيع الوقت يمكن نمشي تعامين على الاكستيريور وعاد نرجع كنلقى هنا كاين كلشي ما يدار شنو اللي هضرنا هذه شي اسابيع على 20 ديال لي ميتي اللي عاد تخلقوا مع لا جينيراسيون ديالنا الجديده اللي منهم كوميونيتي مانجر ديفلوبر دابليكاسيون شارجي دو اي ريبوتاسيون هادو كلهم دي ميتي اللي جدوا اللي داروا مع هاد لا جينيراسيون ديالنا مع لا بلاص اللي خدات انترنت والديجيتال في الحياه ديالنا اليوميه شنو لي ميتي اللي كاينين عندنا في المغرب من هادو اللي يمكن لهم المغاربه الشباب يقدروا envisagez-vous le مستقبل ديالهم il y a tout ce qui est développement développement web développement mobile je pense qu'il y a une demande qui est très bzaf ou je pense que les marocains je pense ils sont très intelligents ils peuvent faire des études il y a beaucoup d'écoles qu'elles soient privées ou publiques les qui attirent la force les étudiants à donc bad bac et je pense que le marché il demande tahna par exemple on veut avoir des gens les qu'on qari mzian ou عندهم واحد واحد لو savoir اللي يقدروا يعاونونا باش on se développe que ça soit au Maroc ou à l'international dis moi سمعت هذه القضيه بان les entreprises شركات les chefs d'entreprise ديما كيلقاو المشاكل باش يديروا الريكروتمون ديالهم ديما كيلقاو المشاكل باش يريكروتيو المغاربه وكيقلبوا بزاف وبعض المرات كيطلبوا زعما لي كومبيتونس اوروبيين ولا من الخارج اسكو سي دي ديفيكولتي كو فو افي فو اوسي ان فيت المشكل ماشي في لا كومبيتونس سور بلان اون فادير بيرمون تكنيك ولا في المجال التقني اللي كنلقاو ربما فيه مشكل وهذه مساله اللي كتعلق بكل شخص هو اكثر هذاك اللي كاش نقولوا لو سافوار لو سافوار اتر اي لو سافوار فيفر باسكو المشكل اللي كيوقع شي مرات هو انك تلقى الناس اللي كيتخرجوا من المدارس في المغرب اللي عندهم قدرات زعما هائله يعني هائله بكل معنى الكلمه لانه خدمنا على هذا كتلقى بانه الناس عندهم الامكانيه غير المشكل شي مرات كيكون عندهم نقص في التواصل في التعبير شي مرات وهذو المسائل اللي كتحتاجها الشركه في المغرب لانه الساعه اللي غتحط هاد الكفاءه ولا هاد المهندس عند زبون ولا باش يخدم على مشروع مع كليون راه ضروري خصو يتواصل معاه يمكن هذا جاي كذلك من الطريقه باش كنعلموا هاد الشباب هادو اليوم في المغرب والمدارس كيفاش كتلقي المعلومات لهاد الناس هادو ما كتطرقهمش لهاد الشعب ديال انا كنظن هو مشكل ديال التعليم من الاول زعما الا جينا الصراحه راه عندنا مشكل في التعليم هو كاين مشكل كولتوريل في المغرب واننا حنا ماشي دوله الا بغينا نقولوا لان التواصل ك فهمتي يعني بحال مبدا مجتمعي غتمشي ربما للبنان ولا لمصر ولا هذا غتلقى ربما هذا المبدا ولكن في المغرب صعيب باش كتلقى لان عندنا اون كولتور ديال داغريكولتور على باز اي ابخي لا فورماسيون صعيب باش بوحدها فورماسيون في 3 ans في مدرسه ولا في هذا صعيب باش تغير هذا كتعلمك المسائل التقنيه ولكن ما كتدخلش لهاد المسائل اللي كتحيط بالعمل ديالك واللي تكون مهمه في الحياه اليوميه ديالك واش هذا هو اللي دفعكم انكم بجوج تمشيو للتدريس لان اكثر من حاجتكم انكم تمارسوا كمدرسين ولا كاساتذه في هذا المجال هذا حتى لا باسيون ديالكم دفعتكم انكم تمشيو للمدارس وتعلموا هاد الدراري هادو انا لو دوزيام بروبليم من غير هاد القضيه ديال لو سافوار اتر اون كلكو sorte ou technique de l'immobilier, qu'il y a des métiers, je d'aide, les filles maghrib, les maquinages, une formation, les hommes, les universités, c'est tout à fait normal, le community manager, il y a peut-être un master d'abord qui vient d'être créé, mais maintenant, l'expérience, là, en termes universitaires, là, tout point, c'est normal. Par exemple, un objectif d'Eli, c'est qu'effectivement, c'est que nous chauffons les universités, est-ce que nous pouvons les étudiants, les différentes techniques,
باش يقدروا ايفونتوالمون يبدلوا لا كارير ديالهم سيل سون انتريسي بيان ايفيدام باسكو انترنيت دابا فيه بزاف ديال لي زوبورتونيتي كاين بزاف ديال لي اكسيون كي سون فيت بار ليتات بار لي ديفيرونت يونيفرسيتي بار لي انتربريز كي شيرش ا ديفلوبي سو تيب دينيشاتيف انترنيت كو سوا دو كونتوني ولا دو لا تكنولوجي ولا اي دونك كو لي جون سوا كونسيون دو سا سي اون بون شوز وهذا هو ان بو لو رول لو رول غير الانترنيت سي فري كو بالاحيان كتشوف بان ما كاين حتى علاقه ما بين لا فورماسيون ou les besoins des entreprises, les entreprises du marché milieu économique au Maroc. Donc c'est-à-dire que quand je les diplômés ou le problème c'est que les diplômés chômeurs les gens qui ont des diplômes font des diplômes mais ils n'ont pas besoin de l'argent. Donc c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait aussi une concertation entre le ministère de l'éducation les entreprises là, clairement maintenant on a une agence qui a des postes les machines aucune formation qui offre j'identifie واحد البروفيل سبيسيفيك نجيبو دونك سي سوفون دي جون لي كي apprennent sur le tas et qui sont intéressés motivés باغين يتعلموا et voilà après je viens à un point important اللي هو la motivation ou la volonté de la personne الواحد كيف ما كان s'il veut avancer ou زعما يوصل فواحد لو دومين لا كانت عنده هو الرغبه باش يدير باش يوصل سميتو واش باسكو اي فاير ماشي غير ديجيتال في اي مجال القضيه هذه دونك لا موتيفاسيون كتبقى حاجه مهمه وهذا المثال ديالكم مزيان لان بزاف اللي كيقولوا لان انا ما غاديش يصدق ليا ما غادي يصدق ليا حتى حاجه لان ما يمكنش نمشي لفرنسا ولا نمشي نقرا ما عرفتش فين دونك سي ميون دو دير اوسي الشباب ديالنا اللي هو واعي اون فيت وكومبيتون نقولوا لهم بان سي بوسيبل يتحقق هنايا ماشي لا بدا خصوصا زعما ماشي كل واحد اللي عنده امكانيات باش يمشي يدير القريه في ليترونجي ما خصوش يحسسوا بان حنا عليه ولا شي حاجه لان هنا يمكن لينا نوصلوا النجاح الى ان هذاك لا موتيفاسيون كيرجع لا بيرسون كلشي كيرجع لا موتيفاسيون لا بيرسون ثاني حاجه اللي ما عندناش بزاف في المغرب سي لا كولتور دو لونتربرونيا انتوما بجوجكم كريتيو لي زونتربريز ديالكم ولكن في المغرب ما عندناش هذا ليسبري دونتربريز باش واحد غادي يجي غادي يكري لونتربريز ديالو ويبدا من والو يبدا من زيرو ويمشي لقدام دابا اكثر واكثر خاصه في هذا المجال سورتو في الويب كاين بزاف ديال ستارت اب دابا دايوغ انا فيو الناس ديال انا فيو بلا فريش هو ايفيكتيفمون واحد النقطه وعندك الحق فيها هو ان سي فري انه كولتوريلمون j'avais lu ça fait très longtemps un truc à la débat français que tu dis mais il y a un des esprits d'entrepreneur que la différence entre une mère française et une mère américaine ou l'homme français qui a la boule de toboggan qui était que tu dis le mettre à ouf que tu dors بون اون مير ماروكان ما نبارلون با ولكن اون مير امريكان كتقول له مزيان تعلمتي من واحد اخر تشوف هذه هي الفكره يعني دابا حنا ما عندناش هذيك الفكره ديال عندنا واحد المساله اللي شويه خايبه هي لا توليرونس للخطا ما كايناش يعني ما كنقبلوش انه الواحد يدير محاوله ويخطا انا كنتفكر بانه في 99 الوالد الله يرحمه الساعه اللي كنت يلاه تخرج كان كي فيما يكون شي ارتيكل ديال شي انونس ديال الخدمه في الدوله كان كيقول لي واش قريتي ولدي قريتي هذاك لو ماتان ديال هذا النهار ودابا راه قرا لو ماتان غير بور كو كي ساش واش قريت هذاك الارتيكل ولا لا دونك هو فهمتي الفكره انه خص الواحد يكون في شي بلاصه اللي هو تخدم في ليطا تبع واحد الطريقه معناها تحرك من البوست ديالك سيف هذا الشيء كله دابا تغير اليوم دابا الحمد لله دابا كاين اون جينيراسيون انترن جو بونس هاد لا جينيراسيون ايغريك اللي كي رونتر مينتون سور لو مارشي اي لي بوكو بلوس بورتي سور لونتربرونيا سور لينوفاسيون سور لا كرياتيفيتي تاع ابري خصها تكون شويه كادري وربما هذا هو لو رول علاش حنا كن اون ايسي دانترفيني حتى في هاد لي زيكول في لونيفرسيتي سي اوسي بور ايسي دو كادري شويه هذاك داك البوتونسيال ولكن كما قلتي لا كومبيتونس سوفي با خاص لو سافوار ايت خاص اللغة خاص لا مونتاليتي خاص لا كولتور دونتربريز اي سا اوسي زعما سي تري امبورطون مي انا جانترفيان سور ان بوين لي هو امبورطون اي واحد انا جو دي ا تو الموند اليزي فونسي والناس راه غيعاونوكم ما كاينش شي واحد اللي غتمشي عنده تسولو تقول له كيفاش ندير هادي كيفاش نتعلم هادي وما غيعاونكش كاين دي كاين ان كادر ايسي او ماروك سي فري كي لي با تري ديفلوبي بزاف مي كاين بزاف دي انستيتيوشن دي اسوسياسيون لي طا حتى هي كتعاون الشباب باش يقدروا يديفلوبيو هاد لي وهذا الشيء اللي غادي نطيو من دابا شويه ولكن قبل غادي نشوفوا الزابينغ شنو كاين في هاد السيمانه بلادنا شهدت اليوم كسوفا جزئيا نادرا للشمس بدأ في 11:30 صباحا
وتتبعه عدد كبير من المواطنين. جيرار دو فيليي لوتور دو سيليبر رومان SAS est mort. L'annonce a été faite par son avocat sur Twitter. المحكمة قررت تأجيل المحاكمة إلى 8 من يناير المقبل من أجل الاطلاع الدفاع على مستندات القضية. هذا بالرغم من أن الرئيس المعزول وبقية المتهمين قالوا أنهم لا يعترفون بشرعية هذه المحاكمة. En janvier dernier, le New York Times, tout en éloge, le présente dans ses colonnes comme l'auteur de romans d'espionnage qui en savait trop. Car à force de fréquenter des agents secrets, des journalistes ou des intermédiaires au Moyen-Orient, en Afrique ou en Russie, l'homme devient au fil des années très renseigné. سمية بن خلدون موقفات القطار فراسك الصيفة كاين موسيقى الطائرات وكاين موقفات القطار تجيبي القوية لا Et puisque vous parlez de l'actualité, c'est quelqu'un qui sentait bien, qui était en prise avec ce qui se passe dans le monde, puisqu'il avait écrit un roman sur le Mali avant même l'intervention française dans ce pays. Je me considère comme un conteur, quelqu'un qui écrit pour distraire les gens, parce que la plupart des gens ont une vie de merde. استغليتي شنو النفوذ كيف تسمى اصلا ما عنديش مال لم يكن لي نفوذ انا ما كناش انا رئيس ديوان شي حاجه عنده شي نفوذ شنو ديوان ديال الوزير ووزير النقل ديالكم تبارك الله زعما ما قصدي لك سير رباح وقفنا ما كاين ما كاين يعني ما كاين لا نفوذ لا شيء شكرا كاع اللي كتبتوا لنا الاقتراحات ديالهم لي فيديو اللي كيلقاو لي زيكستري ديميسيون اللي كتبتوا لنا باش نستعملوهم في زابينغ من خلال لي باج ديالنا فيسبوك ولا تويتر باستعمال لو هاشتاغ نقاش ونشوفوا شنو البوز ديال الاسبوع الباز ديال السيمانه غنهضروا على لي بيتيسيون اللي دابا ولاو ظاهره كثيره وكتبان بزاف في المغرب الوغ كو نورمالمون سي دوزاج في انترنت بصفه عامه لي بيتيسيون اللي كيكونوا اون لين على قبل شي حوايج اللي عندها علاقه بالمجتمع عندها علاقه بحقوق الانسان او عندها علاقه بشي حاجه اللي المجتمع تيستنكر ليها دونك كاين هاد لا بيتيسيون اللي كانت ظهرات هذه واحد كيلك جور بلوتو على فيسبوك وعلى واحد لو سيت دو بيتيسيون ديال لاسوسياسيون بور انتغراسيون اي لو ديفلوبمون دورابل اسوسياسيون السيت اللي خلقها امل سامي اللي هو صحفي والرئيس ديالها واللي تيهضر على هاد واحد التعاونيه خلقتها هاد لاسوسياسيون قبيل ايت سليمان في تسميت في الموين اطلس اللي خلقت مدارس بالنسبه للاطفال ودارت تعاونيات ديال املو اللي كدير تربيه ديال النحل وديال العسل دونك هاد السيد اللي كنقولوا له طونطون بالنسبه للناس ديال فوالا طونطون سامي هضر كيهضر على لا مالون ديال الرئيس اللي تختار لهاد التعاونيه اللي قال لك على حسب ما قال شفر 122 مزارع وخذ ليهم كاع المحصول ديالهم حيت باع لي غوش ديالهم وباع النعاش ديالهم في هاد لا كوبيراتيف ديال امالو دونك هاد لا بيتيسيون تلانصات في انترنت لقات استحسان ديال الناس كاملين اللي كاينين في فيسبوك نقلوها وسناو عليها ودارت مزيان كاين واحد لا بيتيسيون واحده اخرى على افاس هي بوان اورغ اللي كتهضر على واحد لامبونيتي ديال واحد خينا اللي خلق واحد لاكسيدون ومات فيه واحد السيده وتا هو تيهضر على اننا خصنا نكونوا ما نكونوش توليرون مع الناس اللي كيخلقوا لي زاكسيدون داغوت واللي ما كيحترموش قانون السير من غير هاد لا بيتيسيون ديال امل سامي سميتها جوستيس بور 10000 مونتانيير وهاد لا بيتيسيون الثانيه ديال سميتو لي زاكسيدون دو لا روت كاينين بزاف ديال لي بيتيسيون لي بانو بحال هادي الاخرى اللي كتهضر على المطالبه الشعبيه بالغاء معاشات البرلمانيين بالمغرب اللي كتهضر ان البرلماني كيجي لحقاش هو اللي مونداتي باش يقوم بواحد العمل حيت تيمثل واحد الفئه من المجتمع ما خصوش ياخذ على معاش لحقاش الخدمه ديالو محسوبه في الوقت وخصو يعطي يعني مجهودات ديالو في ديك الساعه وكاين ايغالمون دي بيتيسيون شويه تينيج بحال لي وان ديريكشن باش يجيو او موا مره اون كونسير او ماك دونك حنا اون ايغ كاع دي بروبوزيسيون كنهضروا على كل شيء هاد لي بيتيسيون ولاو تيبانو بزاف ما عرفتش شنو هو لو بوان ديالهم ايفونتوالمون واش غادي يعطيو شي حاجه ولا يغيروا شي حاجه في الراي العام ولكن ان توكا بدات هاد لا سونسيبيليتي ديال الناس اولا بدات الوعي ديال الناس بارابور الأهمية ديال انك دير امضاء ودير عارضة وتنشرها على الانترنت هذه القضية ديال القضية في لا ديموكراسي بوبولار هو سي فري سي اون بون شوز دابا في الدول يمكن المتقدمة ولاو هذه القضية هذه ديال تقدر اون بيتيسيون تسني مليون ديال البشر ويدار عليها شونجمون دو لوا ولا اون ديسكسيون دو لوا ولا سميتو كما نابيل سا اون ريفورم كونستيسيون دايوغ يو ان اكزومبل لي زيتازوني تاع لو بتي جون كي ايتي توي باغ ان بوليسي ايز اون بلو دان مليون دو بيتيسيون يو لانترفونسيون ديال اوباما اللي جا وهضر على هذا الموضوع يعني واحد العدد مهم ديال الناس ديال المجتمع المدني كيعبروا على الصوت ديالهم على الاستنكار ديالهم ولا على الموافقه ديالهم على واحد المشروع ولا قانون ولا شي مساله اللي مديرونجيهم في الحياه ديالهم اليوميه كيعبروا عليها من خلال الانترنت وهذا
وقيله يمكن كان في المغرب قبل ولكن ما كناش كنسمعوا به لان لي بيتيسيون كانوا كيدوروا في الحومه ولا كيدوروا في الشركه. دابا ولا كل شيء يمكن له يمضي على ديك العريضه ويمكن له يدلي بالصوت ديالو بالمسانده ديالو لديك لا كوز. هذه حاجه مهمه وممكن تغير بزاف ديال الحوايج في المجتمع ديالنا، خاصه ان في بحال المواضيع الشائكه اللي كتمس يعني بحقوق الانسان او بالراي العام مثلا تيكون شويه صعيب انك تهضر او ان طونك بيرسوناج او لا بيرسوناج بوبليك، يمكن لك تسمي سو سودونيم او لا انونيم او يمكن لك كاريمون تعطي سميتك وتعطي المهنه ديالك او لا فين انت. دونك هذا كيشكل واحد ان بوا لا فيراسيتي ديال هاد لا بيتيسيون. اللي بغيت نحدد بان هاد التعاوني ديال امالو تدار عليها حاليا واحد الريبورتاج من طرف البرنامج غران طونغ ديال دوزام اللي غيتم البث ديالو مستقبلا باش تعرفوا كاع الحقيقه فيما يخص هذه المساله. هذه نرجعوا للنقاش ديالنا والتجارب ديالكم السي حسن والسي زهير، وبغيت نهضر على التعامل ديالكم مع السوفت سنتر اللي كيسمح للشركات المغربيه او المستثمرين المغاربه اللي عندهم دي سوليسيون انوفونت ولا حديثه ولا كتبدل شي حاجه كيفاش كانت كتدار الحوايج قبل منهم، انهم يمكن لهم يطوروا لاكتيفيتي ديالهم. فسروا لنا انتم كيفاش تعاملتوا مع السوفت سنتر. Un soft center pour nous, c'est une expérience magnifique. Tout à l'heure, le fait qu'il y ait un cadre qui aide les entreprises. Nous avons par exemple l'exemple de le soft center. Le soft center qui est un auteur hautement qualifié, qui a une spécialisation très très importante, qui a partagé l'expérience. و تقول لنا فين نمشيو وكيفاش نديرو وكتوجد لنا بحال واحد الاطار اللي نخدمو فيه اللي هو كوريكت واللي نقدروا تجعلنا اسكو هذوك لي بروجي ديالنا نقدروا نعطيوهم اون في ويصدقوا كيف كنقولوا تو سامبلومون طلعوا لا رياليتي. دونك فوالا دونك سي دي كار اللي كيجيو كيأثرونا وكيعاونونا وكيشرحوا لنا كيفاش نديرو لي شوز. سي زوي Alors, concrètement, d'ailleurs, je voulais intervenir tout à l'heure par rapport à l'histoire de l'éducation, etc. Où est-ce que c'est l'état, en fait, c'est le mouchkil. Mais d'abord, le fait est que nous avons l'alem de l'entreprise et l'alem de l'enseignement et la recherche. Source Centre est une des structures qui permet on a sous-traité le soft centre li kellef autour chabab li robama mazalin kiqraw aw kitabou doctorat dialhom bach ykhdmou ala had el mashari'. El mashrou' tani li khdemna alih aw talit li khdemna alih w mashrou' mtalq en fait hna lqina f wahed el mjmoua من لي بروجي اللي خدمنا عليهم المشاريع اللي خدمنا عليهم مع الدوله لقينا بانه كاين مشكل. حنا عندنا 40% ديال الناس اللي ما قارينش و 60% اللي قارين سون اغابوفون والاغلبيه كيعرفوا الدارجه اكثر من اللي كيعرفوا العربيه الفصحى. فلقينا بانه مشكل ديال التواصل بين الاداره والمواطنين. الانسان الا جينا بغينا انسان كمثال انا نعطيكم مثال ديال المشروع خدمنا عليه ديال الانسان غيبغي يكونسلتي لي دوسي ديالو في ان تريبيونال في واحد المحكمه يعرف فين وصل القضيه ديالو فين وصلت. باش يدير هذه المساله هذه خصو يتصل بواحد الرقم. دونك درنا المساله عن طريق الصوت باش نسهلوا المساله، ولكن الساعه اللي درناها لقينا بانه هذه الاغلبيه ديال الناس اللي كيتصلوا ناس ما قارينش، واخا ديرها له بالفرنسي ولا ديرها له هذا راه ما غاديش العربيه الفصحى ما غاتقدرش. دونك خدمنا على مشروع اللي متعلق بتحويل دونك لا ريكونيسونس لا سينتيز فوكال اون اغاب ديالكتال اون امازيغ. الفكره شنو هي؟ انه انسان اللي كيعرف غير الامازيغيه، وكاينين الناس اللي ما كيعرفوش غير الامازيغيه، يقد يتواصل مع الاداره يعرف معلومات على القضايا ديالو في المحاكم ولا على لا كارت غريز ديالو ولا على البيرمي ولا على لا كارت ناسيونال يعرفها بطريقه سهله بالصوت باللغه الدارجه ولا باللغه يعني انا فهمت الوسيله اللي اخترعتيها انتم دابا هو ان انا مواطن بغيت نوصل لواحد المعلومه في الاداره المغربيه كنعيط لواحد النمره كيكون واحد المجيب الي اللي كيهضر معايا بالدارجه اللي تيقول لي بالفعل شنو الرقم ديال الدوسي ديالك مثلا او لا شنو بغيتي تعرف بالضبط وتيجاوب تيفهمني بالدارجه الامازيغيه. هذا هو المشروع دابا تقريبا اكثر من 80% ديالو تنفذت عن طريق جوستومون سوفت سونتر. خدمنا مع وحده من الجامعات المغربيه اللي خدمات واحد سته ديال الاطور اللي خدموا على هذا المشروع. زابينغ دوزيام بارتي. بوروك وبيغوفيتش يسجل هدف غريب وعجيب لا يصدق، مش ممكن لا يصدق، من الجول للجول من المرمى الى المرمى وهديه من حارس
بين الزوجه كاين مثل ما صار حياه كل واحد فينا. غيجي واحد النهار اللي خصنا نختاروا اي طريق نمشيو فيه. كيفاش غادي نختار شنو بغيت؟ كاين بزاف طرقان وانا ما عرفتش شنو الطريق نختار. كيفاش غادي نختار ما بين 4000 فورماسيون و 1500 ميل؟ 15 د الكيلومتر 20 د الكيلومتر على رجلي هو ما خصناش من هذا الشيء. كنبقاو حنا كنبقاو في الصباح نمشيو معاهم في الليل خصنا نتلاقاوهم خصنا صافي غنقابلوا هاد العائله وهاد العائله ما غتقراش. ما تنساوش بلي نتوما كتشاركوا فيه باقتراحات ديالكم من خلال الهاشتاغ نيطاش على تويتر وفيسبوك ونشوفوا شنو كاين في التلفازه ديال برا. التلفازه ديال برا هاد السيمانه غنمشيو لواحد البرنامج كيدوز في لاشين فرونسيز ام 6 سميتو غوتور او باسيونا. بوان سوسبونسيون على كامباني. هذا الكونسيبت ديال التيلي رياليتي تيجمع 24 مراهق ومراهقه جمعهم في واحد المدرسه وقرروا انهم يطلعوا زعما غومونتي لو طاح حتى ليبوك ديال ليزاني 50 ويقراوا بنفس الطريقه ويقراوا ويديروا نفس يعيشوا بنفس نمط الحياه ديال لي غران بارون ديالهم اللي كانوا في ليزاني 50. دونك هذا الشيء كله باش يقدروا يشدوا لو سيرتيفيكا ديال لي زيتود بريمير الشهاده ديالهم على طريقه لي غران بارون ديالهم. دونك ملي بداوا هذا البرنامج في الاول ديالو ما كانوش عارفين بلي غادي يتلاقاو مع بزاف ديال الصعوبات وبزاف ديال التحديات منهم غير نسخ سكول لوبيسونس الاحترام لا ريغور لي كورفي. دونك هادشي كامل كاين في ليتابليسمون تيبينو دي زيماج في شكل كاين مثلا عن بر البنات في غير البنات سيباراسيون دي سيكس لا توني خصها تكون ستريكت البنات تيدفروا شعرهم الدراري تيلبسوا قميجه والكرافاطا كيشربوا ليل دو فوا دو موغو كل صباح مثلا خصهم ياكلوا عندهم كوفغ في مع التسعودونس بغيت هادشي كله تيبان لك معذبين انتردي دور تليفون ابري فوتو كيهضروا مع والديهم مره في السيمانه في التليفون وعندهم لو كوري فعلى ليتر سون بيرميز. دونك هذا البرنامج لقى اعجاب بزاف ديال لي بارون تيضحكوا على ولادهم تيجاوبهم فريمون بقى فيهم الصراحه ولكن تيقولوا مزيان باش يتعلموا شويه ديال لا ريغور. وهذا البرنامج هذا جو بونس كو غادي يبان يتشرف بزاف ديال لي تيلي باش يديروا منه ان كونسيبت ديال رياليتي ابليكابل لي كولتور ديال كل بلاد. شفتي هذا البرنامج؟ تحتوي عليه لا شفناه انا شفتو سوري كو صراحة سي بيان دو حيت الدراري ديال اليوم شحال من عام 20 اونتخ 13 ان ياك دونك مولفين شات الثقافة والتقاليد ديال لا ريغور لوبيسونس اجي هنا قوس هنا نسينا شوية هادشي الاحترام الانضباط الاحترام لو بارون تسنى اجي جلس هنا يلاه تعادي هادي دابا الانترنت هما الدراري خرجت على الدراري ديالنا. انا كنقول ماشي كل قيم خصو يبقى زعما يفو اون ايفولوسيون ولكن كاين منهم اللي خصنا زعما ولكن الفلق نخليوها ولا نحيدوها؟ نحيدوها هادي هي هادي دابا يفو فيغ ايفولوي لي براتيك ولكن الفالور يفو يفو كاردي ان سارتان نومبر دو فالور سي انا الخص يلقى لي كل هذا ونرجعوا لاخر سؤال ديالنا بوغ النقاش واش يمكن نقولوا الشباب ديالنا بان يمكن لهم يبداو ويتلانساو في لو ديجيتال سيغينمون اليوم في المغرب بان الارضيه تسمح لهم انهم يبداو في هذا المجال هذا. جوبونس كاين بزاف ديال الفرص دابا في المغرب راه كاين يمكن جيسبيغ نو با مترومبي مي كاين اكثر من 16 مليون ديال لي زوتيليزاتور يا اكثر من 6 مليون ديال لي زوتيليزاتور فيسبوك. دونك لا كان واحد عنده ان كونتوني واحد الابداع وسي اللي يقدر يبارطاجيه مع الناس يقدروا يكون عنده جميع الفرص باش ينجح. وكاين بزاف ديال الامثله اللي كاينين حيين في المغرب اللي يعني المغرب كيسمح دابا اليوم بشنو كاين لا من الاجهزه لا من الادارات لا من هذا باننا نتلاصق في هذا المجال هذا. ولكن كما ديما خص الواحد يشوف بعدا واش هذا الشيء اللي بغيت ندير لان عجبني وقد زعما سي لير دو تان واش غنلقى فيه خدمه سي اوسي سا كيفوا مثلا واش الشركه اليوم المغربيه واش هما سون بريت ا ريكروتي بوكو دو جون كي تخافي دون ديجيتال هادشي حتى هو خصنا نشوفو حيت المغرب ماشي بحال امريكا ماشي بحال فرنسا او ثاني ونا با لي ميم ستركتور با لي ميم بوزوان دونك ديما خصنا نشوف السوق ولات عالميه والمغرب تا هو تفتح عليها وعندنا امثله غنى عليهم بان يمكن هاد الا ما قدناش السوق المغربي نقدروا نلقاو الزبناء ديالنا في السوق العالمي. السوق العربي وكاين السوق المغربي زعما الجزائر تونس اكسيتيرا اللي سابي دي سابي ريبريزونتي دي زوبورتونيتي. سي خديجي كنظن المساله هذه ان جو دي يفو فونسي
il faut foncer, il faut être capable de créer. Je pense que les moyens maintenant, que ça marche à l'aide. Je me rappelle, on est allé de l'Ibidina, l'e-commerce, mais j'ai la possibilité de payer par carte bancaire. Tariq, je vais dire le marketing, quand ça va être dépensé, je vais dire le marketing, je vais dire Facebook, les réseaux sociaux, donc c'est facile. Je ne dis pas que tout est facile, je dis juste que l'opportunité maintenant est plus grande. وكان دابا حتى الشباب راه واحد بالمساله المساله ماشي مساله دوره ايديوكاسيون ماشي دور الناس خصهم يكونوا عندهم دبلومات معاهد عليا الى اخره راه يقدر الانسان عنده ان كونتوني انتريسون بحال دابا كنشوف بارمي لي باج فيسبوك لي بلو فيزيتي اون باج ديال النكت واحد عزيز عليه النكت كيعرف ينكت دار اون باج شاك جور الى لي مونط اي سا مارش الى اي فوند لا بوبليسيتي كيدخل الفلوس الى اخره يعني الفكره شنو هي انه دابا اي انسان عنده قدره عنده امكانيه عنده موهبه عنده قدرة على الخلق والإبداع خصو يحاول ما يمكن يتلونسا وشنو نقول لك زعمو يجيب الله تيسير زعمو يجيب الله تيسير ليلى غاندي وي فين غادي نشوفوك قريب فين البلاد غاتدينا سي سوربريز لا ماشي ماشي با دو سكوب نو حنا كنخدموا في لي بروغرام لي جايين ان شاء الله سا فا اتر دي سوربريز انا من الاول كنقول بان المغرب سايتي ما بروميير انسبيراسيون وهنا فين بديت كاع السفر دونك جيمري بيان ندير شويه المغاربه في بلادنا لان بلادنا تبارك الله عليه فيه بزاف ما يتشاف وبزاف اللي ما كنعرفوش زعما ما كنعرفوش كلشي من طنجة الداخله الكويره زعما كاين ما يتشاف وجو رجوع السيد سي فري كو ما خصناش نفكروا بزاف ما خصناش نقولوا خفت ما غاديش ندير ما غاديش نصدق ما غاديش لان الا فكرنا بزاف هكا ما غاديش زعما نبقى في بلاصنا ما غاديش نزيدوا لقدام دونك خاص الواحد يبروندغ دي ريسك يفو بروندغ دي ريسك خطا مسموح وبلاكس ويدي بيان سور زعما ماشي اللي بغيتي ديرو خصك تخدم بعدا الحاجه الاولى هي الخدمه هي الخدمه ولكن خاص الواحد ما يتسناش كل شيء من زعما من يجي من extérieur خاص واحد يفو كري دو لامبوا فوالا يفو سي زعما كري دو لونتربريز كري دو لامبوا ما نستناش شي واحد غادي يعطي لنا الخدمه حسنا حسنا اون بو اوسي كري دو لامبوا اي سا سي امبورطون بور لو ماروك شكرا بزاف يا غاندي شكرا جزيلا لك شكرا فرصه مقبله ان شاء الله نشوفك في بلاد اخرى ولا في المغرب حسن مرويسي شكرا بزاف زهير خديسي شكرا على الفرصه المقبله فاتي الله يخليك ارجوك وانتم شكرا اللي كتبعونا كل حد على نقاش 2.0 نتلاقاو الحد الجاي ان شاء الله بموضوع جديد من هنا لتما ما تنساوش بان هذا البرنامج يمكن لكم تشوفوه عاوتاني في دوزيام بوان امام من دابا شويه تهلاو